البهاء مرض يسبب ظهور بقع يفقد فيها الجلد لونه، وعادة ما يزيد حجم هذه البقع فاقدة اللون مع الوقت. وقد تصيب هذه الحالة الجلد في أي جزء من جسمك، ويمكن أيضا أن تصيب الشعر وداخل الفم. السلام عليكم، مرحبا أصدقائي في قناتكم صحتك أمانة. يحدد الميلانين في العادة لون الشعر والجلد، ويحدث البهاق عندما تموت الخلايا التي تنتج الميلانين أو تتوقف عن أداء وظيفتها. ويصيب البهاق الأشخاص بمختلف أنواع بشرتهم، ولكنه قد يكون أكثر وضوحاً لدى الأشخاص ذوي البشرة البنية أو السوداء. لا تهدد هذه الحالة المرضية الحياة ولا تنتشر بالعدوى، لكنها قد تسبب التوتر أو قد تجعلك ترى نفسك بصورة سلبية. قد يعيد علاج البهاق للجلد المصاب لونه، ولكنه لا يمنع استمرار فقدان الجلد لونه أو تكرار الإصابة به. الأعراض: فقدان لون الجلد على شكل بقع يظهر عادة أولاً على اليدين والوجه والمناطق المحيطة بفتحات الجسم والأعضاء التناسلية. ظهور الشيب المبكر على شعر فروة الرأس أو الرموش أو الحواجب أو اللحية وتحوله إلى اللون الأبيض أو الرمادي. تغير لون الأنسجة التي تبطن الفم والأنف من الداخل، الغشاء المخاطي. قد يظهر البهاق في أي عمر، ولكنه يظهر غالباً قبل سن 30 عاماً. واعتماداً على نوع البهاق الذي أصبت به، قد يؤثر في سطح الجلد بالكامل تقريباً. ومع هذا النوع المسمى البهاق الشامل، يتغير لون سطح الجلد بالكامل تقريباً. وقد يؤثر في عدة أجزاء من الجسم، مع هذا النوع الأكثر شيوعاً المسمى البهاق المتعمم. تتطور البقع متغيرة اللون غالباً بشكل متماثل على أجزاء الجسم المقابلة على نحو تماثلي. وقد يؤثر أيضاً في جانب أو جزء واحد فقط من الجسم. يغلب على هذا النوع الذي يعرف باسم البهاق القطعي الظهور في مرحلة عمرية مبكرة، ويتطور في فترة مدتها عام أو عامان ثم يتوقف، أو يؤثر في منطقة واحدة أو مناطق قليلة فقط من جسمك. يطلق على هذا النوع اسم البهاق الموضعي. كذلك قد يؤثر في الوجه واليدان، مع هذا النوع الذي يسمى بهاق الأطراف والوجه. يظهر المرض على جلد الوجه واليدين وحول فتحات الجسم مثل العينين والأنف والأذنين. من الصعب التنبؤ بمدى تفاقم هذا المرض، وفي بعض الأحيان يتوقف ظهور البقع من دون علاج، وفي معظم الحالات ينتشر البهاق ليصيب في نهاية المطاف معظم الجلد، إلا أن الجلد يستعيد لونه في بعض الأحيان. لذلك راجع طبيبك عند تغير لون الجلد أو الشعر أو الأغشية المخاطية. لا يوجد علاج شاف للبهاق، ولكن العلاج قد يوقف عملية تغير اللون أو يبطئها ويعيد بعض اللون إلى الجلد. الأسباب: يحدث البهاق عندما تموت الخلايا المنتجة للصبغة، الخلايا الميلانية، أو تتوقف عن إنتاج الميلانين، الصبغة التي تعطي لونا لجلدك وشعرك وعينيك. وتكتسب البقع المصابة من البشرة لونا أفتح أو أبيض، ولا يعلم بشكل واضح ما يسبب فشل هذه الخلايا الصبغية أو موتها. وقد يكون ذلك مرتبطا باضطراب في الجهاز المناعي. التاريخ العائلي: حدث محفز مثل الإجهاد أو حروق الشمس الحادة أو تعرض الجلد لصدمة مثل ملامسة مادة كيميائية. طبقات الجلد والميلانين: الميلانين هي الصبغة الطبيعية التي تضفي لوناً على بشرتك وتنتج في خلايا تسمى بالخلايا الميلانينية. عوامل الخطورة: يمكن أن يصاب أي شخص بالبهاق، لكن قد تكون أكثر عرضة للإصابة به في الحالات التالية: وجود تاريخ عائلي يشمل الإصابة بهذه الحالة، ملامسة المواد الكيميائية المحتوية على الفينول بشكل متكرر ومباشر، وهي مادة موجودة في بعض مواد تنظيف الأطباق. المضاعفات:
قد يكون الأشخاص المصابون بالبهاق أكثر عرضة للإصابة بالاضطراب الاجتماعي أو النفسي. حروق الشمس، مشاكل في العين، فقدان السمع. وصلنا إلى النهاية. لا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، ودمتم بخير.